وقعت مشادة بين عبد الله السعيد وعلي جبر لاعبا بيراميدز خلال مواجهة سموحة في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندري بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة 6 للمسابقة، بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة 7 للمسابقة. وجاء خلاف عبد الله السعيد مع علي جبر بعد هدف التعادل الذي سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 39 بعد أقل من دقيقة من تسجيل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز. نشبت مشادة كلامية بين عبد الله السعيد قائد بيراميدز وزميله علي جبر بعد استقبال الفريق لهدف مصطفى فتحي لاعب سموحة اليوم الجمعة. وتقدم بيراميدز بهدف إبراهيم عادل في الدقيقة 38 على مضيفه في الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز، لكن مصطفى فتحي المعار من الزمالك أدرك التعادل بعد 56 ثانية، ولام السعيد زميله جبر على هدف سموحة قبل أن يتدخل شريف إكرامي حارس بيراميدز لتهدئة الأمور.